السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصفات ملكة. مرحبا بالناس جداد معنا، مرحبا بهم وألف مرحبا. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى المشاركة ديالكم في القناة، كنشكركم جزيل الشكر. اليوم غندير لكم فلوغ في السوق ديال بولونيا إيطاليا، وغادي نوري لكم الفرق ما بين السوق ديال بولونيا والفرق ما بين السوق ديال نزقان، والمشتريات ديالي من السوق ديال بولونيا والمشتريات ديالي من السوق ديالي نزقان، اشنو خيط باش تاخذوا الفكره على الجديد 2019-2020 ديال الاثواب ديال التكاشط وديال القفاطن وديال الجلالب وجوهره اللي هي اخر موديل ديال هذا العام. يعني كيفاش غادي تختاروا جوهره، كيفاش غادي تعرفوا يعني الفرق ما بين برميان والدوزيام، كل شيء غنطرقوا ليه في هذا الفيديو. هذا اثواب جوهره اخر موديلات باش نبداو بهم ان شاء الله العام الجديد 2020. وفي هذا الفيديو هذا من طبيعه الحال غنشارك معكم اشنو شريت من السوق ديال بولونيا، وغادي نشارك معكم كيفاش غادي تختاروا البوالز اللي غادي يبقاو لكم لمده. انواع ديال البوالز، كاين واحد النوع غالي وكتشريوه وكتديوه مره واحده للسفر ما كتقدروش ترجعوه، انك يتشقوا وكتحيد ليهم الرويضه. وكاين واحد النوع اخر يعني الثمن ديالو مناسب وكتقدروا يعني تديوهم للسفر لمده طويله، تقدروا تسافروا بهم 3 سنين ولا 4 سنين ما كتوقع ليهم حتى حاجه، انكم كتشوفوا يعني الطريقه كيفاش كيلوحوهم من الطياره من الفوق وكيلوحوهم في هذاك الكاميون اللي كيهز لهم الباجاج ودغيا كيتهرسوا. وفي هذا الفيديو هذا غنشارك معكم المشتريات ديالي من بولونيا، اشنو ديت للمغرب، اشنو شريت من ودابا حنايا في السوق ديال بولونيا. ديتكم عند هذاك اللي كيبيع البوالز وتيبيع السكان، من هاني تبغيت ناخذ البوالز باش ان شاء الله نسافر بهم للمغرب. وكاين واحد، كاينين جوج انواع، كاين واحد النوع يعني هذوك اللي قاصحين من الفوق، راه مازال ملي غنجيو للدار غنشاركها معكم. كتشريوها مره يعني كتسافروا بها مره واحده ما كترجعوهاش يعني من المغرب، ملي تبغيو ترجعوا كتقلبوا على شي باليزه اخرى باش ترجعوا بها. اما هذا النوع هذا اللي كتشوفوا في الفيديو ديجا جربتهم ويعني بقاو عندي لمده طويله وتيصبروا. انا خديت منهم ثلاثه كما كتشوفوا، راه بداو كيجمعوهم ليا. هذا النوع هذا احسن حاجه دايرين يعني بحال الثوب، او هذا اللي ما كيسوى ما كيصلح، راه كيبانوا لكم راه غاليين في الثمن ولكن الجوده ديالهم خايبه ودغيا تيتهرسوا. دابا غنوري لكم الروايد ديالهم كيفاش كيتشقوا. ها انتم كتشوفوا يعني الرويضه طارت، يعني بقى لها غير شويه باش تطير، كلها مشقوقه لعام واحد اللي ديتها للمغرب وصافي ما قدرتش نرجعها. صافي ملي كنا غنجيو من المغرب اديتها للمطار، داروا ليها السلوفان، هذاك السلوفان اللي نفعني فيها. صافي هذا النوع ماشي شي حاجه الصراحه ما كنديرش ليه شهر، بغيت غير نشارك معكم داك الشيء اللي جربت وصدق ليا وداك الشيء اللي جربت ما صدقش ليا باش يعني تاخذوا عبره وصافي. اما هذوك ديال الثوب تيصبروا، مغلفين بالثوب تيصبروا لمده طويله، ديجا جربتهم مزيانين. ودابا غنشارك معكم اثواب جوهره دائما في السوق ديال بولونيا. ها انتم كتشوفوا اخر الثوب كاين وفيه جميع انواع ديال الالوان. انتم كتشوفوا يعني اختاريت هذا الالوان هادو، اختاريت بيض واختاريت ازرق واختاريت الصومو، ودابا بدا كيقطعهم ليا. وخديت هذا اللون هذا، خديت ازرق وبيض والصومو، وخديت جوج في الصومو باش ان شاء الله نخيط بهم الجلالب ولا القفاطن.
هانتوما اتوا بكيفاش كيبانوا طايحين ورطبين وكيفاش غادي نعرفوا يعني الفرق ما بين توب برميان والدوزيام. اول حاجه البنات بعدا ملي كتمشيو للسوق باش تاخذوا التوب كتشوفوا اثمنه مختلفين. توب برميان ديما كيكون يعني غالي شويه في الثمن والدوزيام تيكون طايح. ما تقولوش يعني لقيت التوب رخيص خاصني ناخذه، راه هذاك كيكون الدوزيام والتوب الدوزيام تيكون حرش وتيتكمش، غير كتصبنه وكيتكمش. اما التوب برميان تيكون التوب ديالو طايح وتيكون رطب، وملي كتصبنوه تيبقى يعني بحال الا صلحتوه ما كيتكمش ما والو. وهذا هو التوب برميان، يعني هانتوما كتشوفوا كيفاش كيبان، يعني تيشه يعني واعر الصراحه. هاد التوب هذا جا من السعوديه، تصوروا من السعوديه للطاليان. هانتوما كتشوفوا العربيه مكتوب بالعربيه، وهذا هادو اثواب ديال تكاش، يعني اخر موديلات كلهم منبتين وتيبريو يعني في الليل كيبريو اكثر من هكا. انا دابا نتوما كتشوفوا يعني بالنهار تيبريو، ما بالكم تشوفوا في الليل كلهم تيبريو وتيحمقوا والتوب ديالهم رطب. واخا كاين هذاك داك العقيق اللي منبت، التوب ديالهم رطب وطايح. ونفس اثواب كاينين في السوق ديالي نزكان، يعني خديت التوب من هنايا ملي مشيت للسوق ديالي نزكان لقيت نفس الاثواب اللي كاينين هنايا مثلا ديال الجوهره وهادو ديال الطقشط هما اللي كاينين في السوق ديالي نزكان. باش ان شاء الله نبداو بهم العام الجديد 2020، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبالهنا وبالراحه البال وبركه. غير الصحه والسلامه الصراحه، راه الصحه هي كل شيء. لا الصحه خطط الواحد، راه واخا عندكم المال ديال الدنيا كله راه ما كيسوى حتى حاجه، ولكن الواحد كيبغي يبدل مره مره. ملي كتمشي للمغرب كتبغي تخيط وتبغي تشري وتبغي تبان. هادو هما اللوينات اللي كاينين هاد العام، والاثواب ديال الجوهره اللي اخر موديلات ديال 2019 2020، وبغيت نشاركهم معكم. بغيت غير نقول لكم واحد الحاجه على التوب ديال التوب يعني برميان، واخا تيكون شويه غالي في الثمن ولكن هذاك التوب البنات ملي كنخيطوا به الجلابه ولا القفطان كنلبسوها، ديك الجلابه كتكون يعني مقاده علينا وكتكون يعني طايحه، حتى بالنسبه للناس اللي غلاض ما كتبان حتى حاجه، يعني كتبانوا كلكم مقادين وديك الجلابه كتجي على بنادم يعني واعره. هادو انواع اخرين ديال الاثواب، يعني دائما في السوق ديال بولونيا، ولكن هادو كيبانوا ليا ثقال، يعني تخيطوا بهم شي حاجه غادي تجي ثقيله بزاف. ما كاين ما حسن من جوهره، وكاين هاد النوع اخر ديال الجوهره ولكن التوب ديالها شفاف بزاف، ضروري ما تحطوا ليها شي توب من التحت الا كنتوا غادي تخيطوا بها الجلابه ولا القفطان. هانتوما كتشوفوا ما غاديش تقدروا تخيطوا غير داك التوب، ماشي بحال هذاك الاول، هذاك غادي تخيطوه بوحدو ما غاديش تكونوا محتاجين يعني تحطوا شي توب اخرى يعني من التحت. ان التوب ديالو يعني تيبان عادي. وهذا واحد النوع اخر ديال التواب، ما ولكن الصراحه ما عجبونيش. ها حنا دابا فين زكان كما كتشوفوا، دابا غنديكم للسوق ديال الاثواب، يعني كاين واحد السوق كيبيعوا فيه اثواب يعني بالجمله،
وكاينين جميع انواع ديال التواب، كاينه جوهره، كاينين اتواب اللي كيحطوا لتحت كاشطو ديال القفاطن وديال يعني جميع انواع ديال التواب. دابا غتشوفوا كل شيء. هانتوما دخلنا لهاد المحل، هذا كيبيع كاع جميع انواع ديال التواب، كاينه جوهره، كاينين اتواب ديال القفاطن، التواب اللي كنديروا لتحت كاشط هانتوما كتشوفوا، كاينه المبره، كاينين جميع انواع ديال المبره. انا ديت هادوك التواب وريتهم ليه، قلت ليه انا بغيت يعني نفس اللون ده اللي غنحط لتحت كما كتشوفوا، عطاني هذاك اللون اللي غندير مع التكشيطه. راه نفس المحل غير يعني كبير بزاف، تبارك الله، اتواب بالشكل واللوان. حتى الا ما لقيتوش عنده شي توب اللي ما بغيتوش كتوصيهم وتيجيبو ها ليكم. انا وصيتو على التوب الاحمر اللي غندير لتحت هذاك الساري، حيت قال لي ما عندوش، ولكن قال لي غيجيبوها، يعني قال لي من بعد واحد السيمانه غنجيبها لك. هاد جوج التواب غنديهم للسوق ديال نزكان باش ناخذ ليهم لتحت هاد الصاريات باش غادي نخيط بهم التكاشط. اللي هو هذاك اللي خديت التوب ديالو الرقي والطايح ونفس اللون ديال التكشيطه، وهذاك يعني التوب ديالو كما كتشوفوا الرقي والطايح ورطاب. وهو قال لي هذا، قال لي راه مختلف على الاخر. ها انتما كيفاش كيبان ملي كيقطع فيه، يعني داير بحال الحرير. هانتوما كتشوفوا التوب ديال جوهره هو الدوزيام، راه كيبان لكم كاين الفرق كبير ما بين برميان والدوزيام، فرق كبير ما بين هذاك اللي وريت لكم في الاول اللي هو الدوزيام، وهذا غير من الشوفه راه كيبان لكم الفرق كبير. هذا كيبان لكم شويه ثقيل وطايح، هذاك كيبان لكم خفيف ومكمش، واثمنه مختلفين تماما. وهاد اتواب ديال الجوهره اللي خديت من بولونيا، دابا غنمشيو عند الخياط باش نخليو ليه الثوب، ومنها ندير بكم جوله في المحل ديال الخياط وتشوفوا اخر موديلات ديال الجلالب وديال التكاشط وديال القفاطن اللي كاينين في هاد العام هذا. هادو هما الموديلات اللي قالوا لي كاينين هاد العام 2019 2020، واعرين والخياطه ديالهم يعني زوينه وخفيفه وظريفه، وكتجي مع اي توب، يعني كتجي مع هذاك مع جوهره، كتجي مع التوب سامبل. وانتم البنات يا ريت تكتبوا لي في الكومونتير اين الخياطه اللي زوينه ما حسن، حيت صراحه انا ما كنعرفش يعني في الخياطه غير ملي كنمشي للمغرب مره كنمشي عند الخياط كنقول ليها شنو كاين هذا العام، كيقول لي هذا الشيء اللي كاين، ها الخياطه اللي كاينه، وكيوري لي داك الشيء اللي كيكونوا يعني عندهم، اللي كيكونوا معلق عندهم، وصافي كنختار واحد منهم وصافي وكيخيطها ليا. ولكن رايكم البنات كيهمني تكتبوا لي يعني اش من الخياطه اللي كاينه هذا العام محسن، شكون فيهم اللي زوينه في هادو دابا اللي صورت لكم.
ان شاء الله ملي غيخيطهم ليا غادي نشاركهم معاكم. ها انتما كتشوفوا يعني هذا الثوب السامبل هذاك اللي كيحطوا لتحت الكاشط وداروا لي هذيك الخياطه يعني بيناس الثوب يعني واعر. هذاك الثوب ديالي انا خليته ليه وخذا لينا العبار وصافي خلينا ليه الثوب وقال لينا ملي غيوجد ان شاء الله غادي نديوه وملي غادي نديه ان شاء الله للدار غادي نشاركها معكم وتكتبوا لي حتى رايكم في التعليقات وتقولوا لي زعما واش عجبكم ولا لا. وهذا واحد المحل ديال النقافة بغيت غير نصورها لكم باش نشارك معكم زعما شنو كاين شنو كيكريو النقافات زعما العرايسات. هادو الكرا غير تيكريوهم الا كان شي عرس ولا شي حاجه بحال هكا الواحد ما عندوش الوقت باش يخيط ولا راكم عارفين في الشهر 8 الواحد ملي كيمشي ما كتكونش الوقت باش تخيطو هما كيكون عندهم الزحام عند الخياط ما تيوجدوش لكم داكشي اللي كتبغيو. من الاحسن يعني الواحد يكري شي حاجه التقشيطه ولا القفطان يدوز بها النهار واحد ديال المناسبه وصافي كترجعوا هاد التقشيط. هانتوما كتشوفوا اخر موديلات واعرين تيكريوهم ب 3000 ريال 4000 الليله تدوزي بها المناسبه وكترجعيها ليهم. الصراحة ماشي سهلة تلقاو الخياطة يعني الخياط اللي يدير لكم شي حاجة اللي تفرحكم انكم كتجريوا يعني باش تاخدوا الثوب مثلا تاخدوه من هنايا وتمشيوا المغرب تاخدوه من تماك وتقلبوا على الخياط وتديو ليه ثواب وخسرتوا عليهم الزبابل ديال الفلوس وكتعطيو ليه داك الثوب وما كيديرش لكم شي حاجة اللي كتعجبكم. انا وقعت لي الصراحة ماشي مرة ماشي جوج كنت كنمشي عند واحد الخياط في الاول كان كيدير لي اي حاجة كنت كنطلبها منه كيصاوبها ليا مزيان خيط لي الطكاشط ولا القفاط والجلالب يعني كانوا كيعجبوني في الاول ولكن من بعد كل ما كندير ليه اثواب كيخربقهم ليا. ملي كنقول ليه شنو هذا الشيء اللي درتي ليا كيقول لي راه كاين الزحام كاينين بزاف ديال الناس كاين الكليان وفي الشهر ملي كتكون يعني الخدمه كثيره علينا وداك الشيء. وهذا العام بدلتو مشيت عند هذاك دابا اللي ديتكم عنده وشفت عنده هذوك الموديلات عجبوني دابا خليت ليه الثوب ودعيو معايا كنتمنى يعني صدق داك الشيء اللي خليت ليه. والله الصراحه واخا هكاك انا خايفه وما مرتاحاش انا كما قلت لكم ماشي سهله تلقاو الخياط اللي يصوب لكم شي حاجه زوينه. اذا اللهم الواحد يمشي يكري يعني تكون شي مناسبه تكري هذه التقشيطه ولا القفطان ب 3000 بهاد الطريقه هذه ما غاديش تصدعوا ريوسكم صافي. ملي كدوز المناسبه الغد ليه كترجعوا التقشيطه لماليه حتى الا كانت شي مناسبه اخرى كتاخذوا شي ماركه اخرى ديال التقشيطه يعني ما غاديش تبقاو تلبسوا نفس التقشيطه وها نتوما هانيا مع ريوسكم. سارينا الجوله في السوق ديال زكان وخدينا داكشي اللي بغينا ودينا اثواب الخياط وخدانا العبار انا وعائلتي وخلينا ليها اثواب والله يسخر صافي. ودابا جينا باش ناكلوا الحوت كاين واحد المحل تماك فين زكان يعني كيديروا جميع انواع ديال الحوت كما كتشوفوا واحد الحوت رائع جدا البنات مع بطاطا فريت ومع شلاضة ومع لاصوص. تنتوما بحالي ملي كنمشيو للمغرب كنبغيو ناكلو غير الحوت. انا الصراحه الحوت ديال هنايا ماشي بحال ديال المغرب ديال المغرب
احسن الحوت كاين في العالم كله. المذاق ديالو رائع جدا. هنا ملي كتاخذوا الحوت ما عنده لا المذاق لا النكهه، واخا طيبو كطيبو الحوت على الطريقه ديال المغرب ما كيجيش بنين بحال ديال المغرب. ان الطراوه ديال الحوت ديال المغرب ما كاينش يعني في العالم كله. المذاق ديال الحوت ديال المغرب والمنافع ديالو راه ما كاينش يعني ما حسن منه. ان هنايا كيحطوه في الفريكاوات يعني لمده طويله والمذاق ما تيكونش. صافي تغدينا وجلسنا وارتاحينا شويه، ومن بعد غنمشيو للدار. في نفس القهوه تيديروا حتى الدجاج محمر، يعني الواحد يقدر يختار داك الشيء اللي بغا، ولكن حنا اختارينا الحوت اللي هو احسن حاجه. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى تكونوا خديتوا شويه ديال الفكره على الاتواب وعلى الجلالاب وعلى السوق ديال بولونيا ايطاليا وعلى السوق ديال نزكان والفرق ما بين هاد السواق بجوج. وكنتمنى نكون يعني فدتكم بشي حاجه واخا تكون قليله، يعني كنشارك معكم غير داكشي يعني من الحياه ديالي الشخصيه. اي حاجه كنجربها كتعجبني كنشاركها معكم، ما كتعجبنيش كنشاركها معكم غير باش تاخذوا عبره، للعبره ماشي للفرجه. وهذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. الى عجبكم قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا لي لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يصلكم كل ما هو الجديد من المطبخ. ما تنساوش تستنوني غدا ان شاء الله فيديو جديد. الى اللقاء.